يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً السبت طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والواجهة البحرية والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلاً طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.